السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال بيسأل وعايز يعرف الفرق بين التندر وشوب دروينج واللوح كوردينيشن الأزبل، فدخلت على قاموس بيم أريبيا فلقينا لوح التندر، هتلاقي الرابط بتاعها أسفل الفيديو. لوح التندر دي اللوح بتاعت العطاء أو بتاعت المناقصة، فدي بتعتبر لوح مبدئية المشروع. بعد أعمال الرفع المساحي كده في الأرض، بنبدأ بقى نقسم الأرض ونصممها طبقا لمتطلبات الملك. بعد كده ندخل في لوح الديزاين ولوح الديتيل ديزاين، ودي بتبقى التصميم بس مبقاش فيها الارتفاعات بالظبط هتبقى قد ايه او الكورتينيشن الحاجات دي. فبندخل بقى في مرحلة الشوب دروينج، دي اللي هي اللوح الانشائية والمعمارية والكهروميكانيكال اللي هتنفذ في الموقع. ازاي هننفذ في الموقع؟ فيها كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها طبقا للوح العطاء ولوح المناقصات، وهي دي اللي احنا هنشتغل فيها. وده هو عدل على لوح التندر وحط ارتفاع كل حاجة قد ايه بالظبط وتفاصيل بتاعت الارتفاع. وبيبقى في لوح للكوردينيشن على اساس ان هو لو في حاجات خط في بعض يبدأ يشوفها ويبدأ يحل المشاكل. طيب بعد ما المشروع خلص خالص بيبقى في لوح الاسبلت. المقصود بالاسبلت الحاجات اللي اتنفذت في الواقع، يعني خلاص المشروع خلص فبنبدا نشوف اللوح لو في اي تعديلات، لو في حاجه في الموقع تم تعديلها نتيجه مثلا اي مشكله ظهرت واحنا شغالين، اي تعديل ظهر فبنبدا نعدل عليها ونعمل اللوح الاسبلت درونج ديت على اساس يستخدموها في إدارة المبنى ويبقى عنده تفاصيل كاملة للمشروع اللي هيبدأ يديره، يعني الناس اللي بتاعت الصيانة والإدارة. دي أهم اللوح اللي موجودة في المجال.